لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أغلقت ميليشيات البوليساريو جميع منافذ مخيماتها خوفا من هروب الساكنة من أجل إحصائهما استعدادا لمواصلة ما تسميه حربنا. وأورد الناشط الحقوقي مصطفى سلمى أنه تم تسجيل إغلاقا تاما للمخيمات بدءا من الأربعاء حتى يحصى جميع الرجال بها وتأطيرهم في العسكرة. وأضاف المتحدث في تدوين على حسابه بالفيسبوك وإلى حين استكمل عملية تسجيل جميع البالغين ومعرفة الحاضر والغائبة يمنع الخروج من المخيمات بينما يبقى الدخول إليها مسموح. وأوضح سلمى قائلنا بعد انتهاء من عملية الإحصاء والتجنيد يتم تقسيم كل قطاع إلى مجموعات، مثلا قطاع التجارة يتجند كل تاجر في جيش الجبهة ويقسمون إلى مجموعات، تبقى منهم واحدة في المخيمات يردف المتحدث والبقية يغلقون محلتهما ويذهبون إلى جبهات القتال. وعندما تعود المجموعات الأولى من الجبهات تذهب بدلها المجموعة الثانية التي كانت متبقية في المخيمات وهكذا دواليك. وختم الناشط الحقوقي بالقول هذا النظام يعمم على جميع القطاعات متسائلا فالأولوية الآن للحرب، في إشارة منه إلى أن العالم يشهد جائحة عالمية وتحدية انتشار السلالة الجديدة فيما البوليساريو منهمكة في حرب مزعومة. نشكركم على حسن المتابعة.